الصدارة، وهناك أيضا لطويل لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وأيضا ما شاء الله عليك لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز، وأيضا السبع أيضا لراشد بن سعيد المختوم. نبارك طبعا لجميع الفائزين في هذه الانطلاقة، وأيضا ننقل الميكروفون طبعا لزملاء المعلقين لهذه الانطلاقة. من هذا الميدان، ميدان جوهرة الميادين، ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله تراه. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة رابع الأشواط وأشواط الرموز في هذا الصباح، صباح الخير والمحبة، حملت لنا التحدي والإثارة والقوة والإبداع من قبل الملاك والمضمرين المشاركين في هذه البطولة السنوية المغامة تحت رعاية سامية من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه من كل شر ومن كل مكروه. مشاهدينا متابعي الكرام، الانطلاقة الرابعة وشوط التنيان القعدان، رئيسي مواطنين، هنالك خنجر، هنالك كأس مقدم من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، من صاحب الحظ الذي سوف يحظى بهذا الكأس الغالية على قلوبنا، المقدمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، له جزيل الشكر والامتنان لدعمه المتواصل لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. مشاهدينا متابعي الكرام، 8 كيلومترات، هنا الرحلة مع هذه الشعارات المتميزة في هذا الشوط، نسير معكم مشاهدينا متابعي الكرام. المسيرة تسير والعطاء مستمر، ومع أول المراكز هنالك مجري علي بن هديبان المري مع أول المراكز منطلق نحو صدارة الشوط، نقلة مباشرة مع ثاني المراكز هنالك عجيب محمد بن ناصر المزروعي مع ثاني المراكز يغير ويتسلل نحو صدارة الشوط في هذه اللحظات، أول أسد للسيد محمد بن راشد بن جبر النعيمي من يتسلل نحو صدارة الشوط هذه اللحظات، نغلة مباشرة مع مجري من يتواجد مع ثاني المراكز علي بن هديبان المري مع ثاني المراكز المركز الثالث، التواصل هذه اللحظات، ومن يصل مع ثالث المراكز من يود التسلل إلى ثاني المراكز، مغادر للسيد حمد بن جار الله بن حسين البريدي متواجد مع ثاني المراكز المركز الثالث، هنالك مجري لعلي بن هديبان المري مع ثالث المراكز المركز الرابع، الفاتن علي بن غدير بن حميد الراشدي متواجد مع رابع المراكز المركز الخامس. مشاهدينا متابعي الكرام، هنالك الحصان محمد بن طحنون، الحصان للسيد محمد بن طحنون بن مهيرة المري مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعي الكرام، هنالك سادس المراكز من يتواجد، عجيب محمد بن ناصر المزروعي متواجد مع سادس المراكز، المركز السابع هنالك مشكور لفهد بن سيف بن محمد الخيارين ايضا متواجد هذا الشعار مع سابع المراكز، المركز الثامن لطام لسيف بن ناصر بالعوضي المنهالي مع ثامن المراكز، هنالك محمد العويسي ايضا بالمتابعة والتضمير مع ثامن المراكز، المركز التاسع مشاهدينا متابعي الكرام، التواصل من الريان سعيد بن علي الربان لسيد سعيد بن علي بن راية المري مع تاسع المراكز، المركز العاشر هنالك المختال لسعد بن طالب بن شريم المري متواجد مشاهدينا متابعينا الكرام مع عاشر المراكز. مشاهدينا متابعي الكرام، النداء الاول للعشر المراكز الاولى المتواجدة في هذا الشوط الرئيس الذي يحلم به جميع الملاك والمضمرين، هنالك الصدارة والتغيرات مشاهدينا متابعينا الكرام، مع مغادر من يود ان يغادر بهذا الكاس الى ميدان الشحانية من ميدان جوهرة الميادين، هنالك حمد بن جار الله بن حسين البريدي مع اول
المراكز ومع اول المنطلقين نحو صدارة الشوط المركز الثاني والتواجد في هذه اللحظات من الاسد للسيد محمد بن راشد بن جبر النعيمي مع ثاني المراكز المركز الثالث هنالك مجري لعلي بن هزيبان المري مع ثالث المراكز المركز الرابع التواجد هذه اللحظات من الفاتن علي بن غدير بن حميد الراشدي متواجد مع رابع المراكز المركز الخامس التواصل في هذه اللحظات من يصلنا الحصان لمحمد بن طحنون بن مهيرة المري مع خامس المراكز مشاهدينا متابعي الكرام المركز السادس ومن يصل في هذه اللحظات عجيب محمد بن ناصر المزروعي متواجد مشاهدينا متابعي الكرام مع سادس المراكز المركز السابع في هذه اللحظات مع مشكور لفهد بن سيف بن محمد الخيارين متواجد مع سابع المراكز المركز الثامن ايضا هنالك التواصل من الطام لسيف بن ناصر بالعوضي المنهالي مع ثامن المراكز المركز التاسع هنالك المختال لسعد بن طالب بن شريم المري مع تاسع المراكز المركز العاشر الربان لسعيد بن علي بن رايح المري مع عاشر المراكز مشاهدينا متابعي الكرام النداء الثاني للعشرة المراكز الأولى المشاركة في هذا الشوط الرئيسي على كأس المقدمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم له جزيل الشكر والامتنان للدعم المتواصل لإحياء تراث الآباء والأجداد تراث رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة هنالك المنافسة على مقدمة الشوط مشاهدينا متابعنا الكرام المنافسة والقوة والإبداع والإثارة والتحدي مع أول المراكز التغيرات هنالك من غير الفاتن من غير وستتسلل مع صدارة الشوط للسيد علي بن غدير بن حميد الراشدي مع أول المراكز ومع أول المنطلقين نحو صدارة الشوط نغلة مباشرة المشاهدين متابعي الكرام مع ثاني المراكز هنالك مجري لعلي بن هديبان المري مع ثاني المراكز النقلة مباشرة مع ثالث المراكز الأسد محمد بن راشد بن جبر النعيمي مع ثالث المراكز المركز الرابع هنالك مغادر لحمد بن جر الله بن حسين البريدي مع رابع المراكز المركز الخامس التواصل والتواجد في هذه اللحظات من الحصان لمحمد بن طحنون بن مهيرة المري مع خامس المراكز اذا مشاهدينا متابعينا الكرام اكتفي بالفايف ستار بالخمس المراكز الاولى المتقدمة في هذا الشوط من يود الاداعة يلحق بالمنافسة يلحق مع موقع القوة والابداع يلحق مع المركز الاول هنالك الفاتن مع اول المنطلقين مع صدارة الشوط من يتزعم الشوط الرئيسي من يترأس هذه الجموع المشاركة في هذا الشوط في الشوط الرئيسي هنالك الكأس يلمع وبعض العيون تدمع والله يعطي ويمنع هنالك كأس بانتظار الفائز بالمركز الاول هنالك الفاتن هو الاقرب في هذه اللحظات لهذا الكأس الغالية على قلوبنا هنالك الفاتن مع صدارة الشوط ما زال متزعم وما زال محافظ على اول المراكز علي بن غدير بن حبيب الراشدي مع اول المنطلقين المركز الثاني ونقلة مباشرة المشاهدين متابعين الكرام مع ثاني المراكز مجري وعلي بن هديبان المري مع ثاني المراكز هنالك المتابعة من سعيد بن هديبان المري أهالي الكويتي طالبونك يا أبو هلال بالناموس بل بخطف هذا الكأس لهذا الميدان هنالك المركز الثالث نغلى مباشرة مع الأسد محمد بن راشد بن جبر النعيمي مع ثالث المراكز المركز الرابع مغادر حمد بن جر الله بن حسين البريدي ايضا متواجد مع موقع المنافسة والابداع مع رابع المراكز المركز الخامس الاحصان لمحمد بن طحنون بن مهيره المري مع خامس المراكز مشاهدينا متابعي الكرام
اذا الفايف ستار اللي دعا للخمس المراكز الاولى وباقي اسماء لم يحن موعد دخولها للاذاعه الى موقع المنافسه، فهي تصل في هذه اللحظات وتقترب من موقع المنافسه والابداع. اعود هنالك مع صداره الشوط مع الفاتن ومن فتن في الصدارة، ومن فتن من يود بخطف الكأس أي من يود بخطف الشوط الرئيسي في هذه اللحظات. هنالك الفاتن المتزعم المترأس للشوط الرئيسي، هنالك علي بن غدير بن حميد الراشدي أيضا أقوى المرشحين متواجد مع صدارة الشوط وهو الأقرب لناموس هذا الشوط. نقلة مباشرة مع مجري يتواجد مع ثاني المراكز، هنالك علي بن هديبان المري متواجد مع ثاني المراكز. المركز الثالث التواصل من مغادر يصل في هذه اللحظات، حمد بن جار الله بن حسين البريدي مع ثالث المراكز. اهالي الشحانية يطالبونك بخطف الكاس يا البريدي. نقلة مباشرة مع الاسد من يصل مع رابع المراكز، هنالك محمد بن راشد بن جبر النعيبي مع رابع المراكز. الحصان يتواجد مع خامس المراكز، هنالك محمد بن طحنون بن مهيرة المري مع خامس المراكز. الكيلو الاخير يا مضمرين، كيلو حسم الامور، كيلو الشجاعة، كيلو يفصلنا عن خطف الناموس، كيلو يفصلنا عن خطف الشوط الرئيسي. هنالك الفاتن وايضا مغادر وايضا الحصان وايضا الاسد وايضا مجري، المنافسة على الخمس المراكز الاولى لخطف الناموس لخطف الشوط الرئيسي. اقتربوا المشاركين، اقتربوا يا ابن غدير المشاركين اقتربوا، فهذه اللحظات الفاتن هو الغائد لمجريات هذا الشوط، هو المتزعم، هو المنفرد بقيادة هذا الشوط بالصدارة بالقوة والابداع، هو من يتميز مع اقوى المراكز مع صدارة الشوط. اذا يصل البريدي ويصل بن مهيرة. اللحظات الاخيرة الخمسمائة متر الاخيرة، ما تفصلنا عن شوط الكاس شوط الرئيسي. الفاتن الاحسان المغادر في اللحظات الاخيرة، ثلاثية متميزة في الشوط الرئيسي. فتن الفاتن عبر الهواء مباشرة وذهب بهذا الكاس، اسم ما شاء الله، تفوق انتصر حصل على هذا الكاس. تهانينا والف مبروك للسيد علي بن غدير بن حميد الراشدي على فوز الفاتن في المركز الاول في الشوط الرئيسي وحصوله على هذا الكأس الغالية على قلوبنا. المركز الثاني الحصان لمحمد بن طحنون بن مهيرة المري مع ثاني مراكز. المركز الثالث هنالك مغادر لحمد بن جار الله بن حسين البريدي مع ثالث المراكز. المركز الرابع للطام لسيف بن ناصر بالعوضي المنهالي. مشاهدينا ومتابعي الكرام، خامس المراكز الأسد للسيد محمد بن راشد بن جبر النعيمي. مشاهدينا ومتابعي الكرام، تهانينا والف مبروك لعلي بن غدير بن حميد الراشدي على فوز الفاتن في الشوط الرئيسي وحصوله على هذا الكاس الغالي على قلوبنا. مشاهدينا ومتابعي الكرام، تهانينا والف مبروك واستودعكم الله مع الشوط القادم.